السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالجميع إلى كتاب لي ريكومبروند ونستأنف مع لو بوتي باشور دو كوراي كما نقول الصياد الصغير للمرجان ثم نستأنف مع هذه الفقرة فيت لونفون بلونج سيزي ا بلان ما اون برونش كي كاس كوم دي فير اي رومونت على سيرفاس لو بير سي ريفي او بروي دو بلونجون دو مونجي اي لاتون Patiemment, petit imprudent, en voilà une idée de recommencer son eau. Remonte vite, l'enfant lui tend la branche du corail mortard. Il a trouvé du corail et des bouts, y en a-t-il d'autres? Oui, père, fait l'enfant. Tenez là, regardez, allons-y, mortard. Vite, l'enfant plonge, saisit à pleine main une branche qui casse. Comme du verre, et remonte à la surface. Le père s'est réveillé au bruit de plongeon de Mongi. Il attend patiemment. Petit imprudent, en voilà une idée de recommencer son eau. Remonte vite. L'enfant lui tend la branche du corail mortard. Il a trouvé du corail et du bout. Y en a-t-il d'autres? Oui, père, fait l'enfant. Tenez, là, regardez. Allons-y, mortard. طبعا كما قلنا في المسابق فيت بسرعة لونفون بلونج الطفل يغطس طبعا نتكلم عن لوفار بلونجي لونفون بلونج الطفل يغطس أو يغمس سيزي كما ذكرنا سي لوفارب سيزير يعني قبض سيزي أبلين ما أنه قبض بملء اليدين إن برونش كيكاس إذا هو قبض على غصن كيكاس الذي تكسر كوم دي فيغ مثل الزجاج طبعا عندما كسره اخذه ثم صعد ايغومونت على السيرفاس ثم صعد الى سطح الماء لو بير سي ريفي او بروي دي بلونجون دو مونجي لو بير سي ريفي طبعا نتكلم هنا على لو فيرب سو ريفي في لو باسي كومبوزي طبعا تتصرف مع اتر قال افعل اللي عدى سو نتكلم على فيرب برونومينو كلها تتصرف مع اتر بدون استثناء انها تصرف مع اتر اذا عندنا هنا سوغيفي طبعا ستان فيرب برونومينال هذا فعل ضميري كما نقول لو بير سيغيفي اذا الاب انه استيقظ او بروي دي بلونجون دو مونجي على صدى على صدى يعني على ذاك الصوت لو بغوي المقصود به الضجيج اذا هو استيقظ مع ضجيج اي ضجيج دي بلونجون دي بلونجون يعني على غمس صوت الغمس او ضجيج الغمس عندما ارتمى مونجي في البحر سمع صوت بلوف اذا الاب استيقظ على هذا الصوت لو بير سي ريفي او بغوي دي بلونجون دو مونجي إذا الأب أنه استيقظ على صوت غمس مونجي إل أتون طبعا عندنا هنا الفيرب أتوندر ماشي أونتوندر أونتوندر هذاك سامع هذاك فعل سامع هنا عندنا أتوندر هذا فعل انتظر عندما استيقظ الأب على ارتماءة مونجي بقي ينتظر إل أتون Il attend patiemment. Il ne va pas y attendre, mais sabre. لأن الابن صغير وارتمى في أعماق البحر. Petit imprudent. Imprudent هنا عكس prudent. نقول عن شخص بأنه prudent يعني أنه حذر. Imprudent يعني غير حذر. Petit imprudent. صغير غير حذر. كما نقول صغير طائش. هذا الصغير غير حذر انه لم يخبرنا بشيء وارتمى في اعماق البحر بيتي امبريدون اون فوالا اون ايدي دو ريكومونسي سون هاي فكره ليكرر ما يقوم به سونو بدوننا بيتي امبريدون اون فوالا اون ايدي هاي فكره دو ريكومونسي سونو ليكرر او ليعيد سونو بدوننا رومونت فيت اسعد بسرعة إذا هو يقول لابنه رومونت فيت اسعد بسرعة
L'enfant lui tend la branche. L'enfant lui tend la branche. Admet l'oreille tendre. Tendre la main. يعني أنك تمد اليد. تجيب بدك اليد. تمد اليد. طانر كلكو شوز. يعني أنك تمد شيئا. لوي طان. لانفان لوي طان. لا برانش. إذا الطفل يمد له. سي اكزاكتومون. كما نو فويون. سور سات ايماج. رغادي لو. لانفان لوي طان. لا برانش. إذا الطفل يمد له. هاد الغصن. إذن l'enfant lui tend la branche du corail مختار du corail مختار الأب يقول لهذا الشخص الموجود معهما الذي يسمى مختار يقول له du corail مختار إنهما مرجان يا مختار du corail مختار il a trouvé du corail لقد وجد مرجانا أي du beau ومن الأجود لقد وجد مرجانا وليس كأي مرجان ومن الأجود من النوع الجيد إديبو يوناتيل دوتر يوناتيل دوتر هل هناك منه آخر هل لا زال منه آخر إذن يقول له الطفل ويبار ويبار نعم أبي نعم أبي في الانفان في الانفان يفعل الطفل نعدنا لوفير فير المقصود به هنا دي لانفان دي لانفان يقول الطفل تني تني خذوا تني لا خذوها روغاردي انظروا ثم يقول الأب الونزي مختار الونزي مختار فلنذهب يا مختار الونزي مختار إذن لقد وجدنا بغيتنا إذن علينا أن نذهب لقد وجدنا ما كنا نبحث عنه الونزي مختار فيت لانفون بلونج سيزي اون برانش كي كاس كوم بيفير اي رومونت على السيرفاس Le père s'est réveillé au bruit du plongeon de Monji et l'attend patiemment. Petit imprudent, en voilà une idée de recommencer son eau. Remonte vite. L'enfant lui tend la branche du corail mortard. Il a trouvé du corail et debout. Y en a-t-il d'autres? Oui, père, fait l'enfant. Tenez-la, regardez. Allons-y, mortard. Tout revient bientôt. Portons des branches récoltées. Plof, plof. On se jette à l'eau de bon cœur. Voici un autre pied, un autre encore, à côté des éponges brunes. Les branches roses font maintenant un merveilleux buisson. Tu reviens bientôt, portons les branches récoltées, plof, plof, on se jette à l'eau, de bon cœur. Voici un autre pied, un autre encore, à côté des éponges brunes. Les branches roses font maintenant un merveilleux buisson. Tu reviens bientôt, portons les branches récoltées, tu reviens. الكل يعودون لوفير غافونير هذا فعل عادة توغوفيان الكل يعودون نتكلم عن الأب وابنه ثم المختار غوفيان أنهم يعودون بيانتو قريبا بورتون لي برونش ريكولتي حاملين الأغصان ريكولتي ريكولتي يعني جنى كما نقول المجنية هاد الأغصان المجنية نتكلم عن لا ريكولت الحاصلة أو الغلة أو الغلة تسمى لا ريكولت لا ريكولت ومنها لو فيرب ريكولتي تجني غلة تو غوفيان بيانتو بورتون لي برونش ريكولتي الكل يعودون قريبا بعد لحظات سيعودون بورتون لي برونش ريكولتي حاملين الأغصان المجنية بلوف بلوف إذا نتكلم عن صوت الماء عند الارتماء في الماء يسمع هذا الصوت بلوف بلوف اون سو جيت الو دو بون كور طبعا عندنا هنا لوغاب سو جوتي يعني راه ما نفسه اون سو جيت اننا نرمي انفسنا المقصود هنا بان الاشخاص يرمون انفسهم الو في الماء دو بون كور دو بون كور طبعا دو بون كور مقصود بها افيك بليزير افيك بليزير يعني برغبة أو بفرح avec joie بفرح sans regret بدون أسف en oubliant la fatigue ناسينا أو متناسينا la fatigue متناسينا العياء لم يعودوا يحسون بذلك العياء
بسبب هذه الفرحة. اي لو دونجي، ومتناسينا لو دونجي الخطر. إذن هذه الفرحة أنستهم العياء وأنستهم الخطر الذي قد يتسببون فيه لأنفسهم. دو بون كور، كما نقول بقلب مفتوح. إذن بدأوا يرتامون طبعا في الماء. بلوف بلوف اون سوجيت الو دو بون كور فوسا نوتر بي، ها هي رجل أخرى. فوسا نوتر بي، ها هي رجل أخرى. يتكلمون عن قطع لا زالت لهذه الشجرة. ان نوتر أنكور، إذا نتكلم عن قطع من المرجان. ان نوتر أنكور، ها هي أخرى أيضا، لا زالت هناك أخرى. ان نوتر أنكور أكوتي دي زيبونج بغين، بالقرب من الإسفنج. بغين بغين كما نقول بني، نتكلم هنا عن اللون البني الذي يميل إلى السواد. نقول عنه في المذكر بغى، نقول عنه في المذكر بغى بدون هاد أ، ولكن في المؤنث نقول بغين نضيف أ فتقرأ بغين. في المذكر نقول بغى بغى. إذن أكوتي دي زيبونج بغين، بالقرب من الإسفنج كما نقول البني الذي يميل إلى السواد. لي برونش روز، إذن بالقرب من هاد الرخويات. لي برونش روز، نتكلم على الأغصان، الأغصان الوردية. فو مانتونو، أنهم يفعلون الآن. أن ميرفيو بويسون، أن ميرفيو بويسون، أنهم يشكلون الآن، أنهم يشكلون أدغالا مدهشة. نتكلم عن أشجار شبه غابة صغيرة تسمى دوغل، جمع أدغال، نقول بويسون. نتكلم هنا عن أدغال موجودة في أعماق البحر. هذه الأدغال مكونة من الرخويات كما نقول إسفنج، بغين ذات لون بني قاتم، أنها تتكون أيضا من لي برونش روز، من الأغصان الوردية، من الأغصان الوردية. إذا نتكلم عن هاد الرخويات ذات اللون البني القاتم، ثم نتكلم عن أغصان بلون وردي. إذا طبعا تشكل أدغالا مدهشة بهذه الألوان طبعا. أكوتي دي زيبونج بغين، لي برونش روز فو مانتونو أن ميرفيو بويسون، كما قلنا تو غوفيان بيانتو بورتون لي برونش ريكولتي. بلوف بلوف اون سوجيت الو دو بون كور فوسا نوتر بي ان نوتر انكور اكوتي دي زيبونج بغين لي برونش روز فو مانتونو ان ميرفيو بويسون. مونجي روغارد لي فيغور رايونونت دو جوا دو سون بير اي دو مختار. مونجي روغارد، طبعا مونجي الطيف المونجي، روغارد ينظر. ماذا ينظر؟ مونجي روغارد لي فيغور رايونونت دو جوا دو سون بير اي دو مختار. اذا مونجي ينظر، ماذا ينظر؟ لي فيغور، الوجوه، رايونونت رايونونت مشيعة دو جوا، رايونونت مشعة من الفرح. دو سون بير اي دو مختار، لأبيه لأبيه ولي المختار. الطفل المنجي يرى إشعاع، يرى وجوها مشعة من الفرح لأبيه ولي المختار. إذن هو يرى وجهي أبيه والمختار أنها تشع من الفرح. منجي غوغارد لي فيغور غيونون دو جوا de son père et de Mokhtar, il se sent alors si plein d'allégresse, si plein d'allégresse. Il se sent alors si plein d'allégresse, lui aussi qu'il se met à danser sur le pont de la barque. Il se sent alors si plein d'allégresse, lui aussi qu'il se met à danser sur le pont de la barque. Et donc, il y aura cet échec sur le visage d'Abiye ou sur le visage de Mokhtar. Il se sent alors. طبعا عندنا هنا لو فيرب سو سونتيغ، انه يحس بنفسه. إل سو سون الوغ، إذا هو يحس بنفسه عندئذ سي بلان دالاغريس، جد ممتلئ. سي بلان، انه جد ممتلئ دالاغريس. طبعا لالاغريس المقصود بها الفرح الكبير، كما تلاحظوا هنا اليغريس اون تخي غون جوا،
إذا نتكلم عن فرح جد كبير، إن تخي غران جوا، إذا نتكلم عن فرح جد كبير. كي فو دون أنفي دو شانتي إي دو دانسي، كي فو دون أنفي دو شانتي إي دو دانسي، كي فو دون أنفي الذي يعطيك الرغبة دو شانتي لتغني إي دو دانسي ولترقص. إذا نتكلم عن فرح كبير بمعنى آخر تسمى أليغريس. Ils se sont alors si plein d'allégresse, si plein d'allégresse. Et d'un huwa yuhissu bi nafsihi inda idin, si plein d'allégresse. Jiddu mumtali bil farah al kabir, lui aussi huwa aydan. Et d'un huwa aydan asbaha mitlahuma. Qu'il sommeil bi hayt annahu bada'a a danser. Farraqsi sur le pont de la barque. على قنطرة القارب، نتكلم عن خشبة موجودة في أعلى القارب. من جي غوغارد لي فيديو غيونون دو جوا دو سون بيغ إي دو مختار، إيل سو سون ألوغ سي بلان دالاغريس، لوي أوسي كيل سومي أدونسي سور لو بون دو لا باك. جو بونس كيل أون أبور إين بون سون، دي لو بيغ. سي لا تانت لا بلو روشارشي، لي مارشون سو لو ديسبيترون، لي مارشون سو لو ديسبيترون، فيان كو جو تومبراس مون فيس. جو بونس qu'il y en a pour une bonne somme, dit le père. Je pense en attaquant qu'il y en a pour, qu'il y en a pour une bonne somme. Bi anna min ajli kamiyatin jayida. المقصود هنا أنا أعتقد بأن هناك حصيلة جيدة. أنا أعتقد بأن هناك ما يكون أو ما يشكل حصيلة أو كمية جيدة. Je pense qu'il y en a pour إن بون صوم، تنظن بأن كاين واحد الغلة جيدة. دي لو بيغ، يقول الأب، سي لا تانت لا بلو روشارشي، روشارشي مبحوث عنه. إذا نتكلم هنا عن بأن هذا هو اللون المبحوث عنه جدا، لا بلو روشارشي، إنه اللون لا بلو روشارشي الأكثر مبحوث عنه. كما نلاحظون La teinte, la couleur. La teinte, la couleur. إذا نتكلم عن اللون يسمى أيضا la teinte. إذا je pense qu'il y en a pour une bonne somme, dit le père. إذا أنا أعتقد بأن هناك حصيلة جيدة. يقول الأب c'est la teinte la plus recherchée. C'est la teinte la plus recherchée. إنه اللون الأكثر طلبا نظرا للونه المطلوب. Les marchands se le disputeront. Taban adnana le verbe se disputer, se disputer, comme on a dit tasara'a, ou ta'araka, comme on a dit anna dal fi'l musarraf au futur simple, musarraf al mustaqbal al basit. Les marchands se le disputeront, le tekalamuna an at-tujjar, ashab souq, les marchands se le disputeront, annahum sayatasara'una alayh. المقصود بأنهم سيتنافسون عليه بشكل كبير. Viens que je t'embrasse mon fils. Viens que je t'embrasse mon fils. تعال لأقبلك يا ابني. Viens que je t'embrasse mon fils. تعال لأقبلك ابني. نتكلم هنا على الفرب embrasser. قبل شخصا. إذا نتكلم على الفرب embrasser. Moi j'ai regardé les figurines au nom de joie de son père et de Mokhtar. Ils se sont alors si pleins d'allégresse, lui aussi. Qu'il se met à danser sur le pont de la barque. Je pense qu'il en a pour un bon son, dit le père. C'est la teinte la plus recherchée. Les marchands se le disputeront. Viens que je t'embrasse, mon fils. Puis le faqarat al-qadima nasta'lif ma'a qissasin okhra. Ila dalikum ul-hin, hayyakum Allah, wa ila liqa'in qadim bi-ibnillah.